رئاسة مجلس النواب أولى المعارك البرلمانية، فهل يعود بري رئيسا لولاية سابعة؟ بهاء الحريري: ها هي الديمقراطية تسود في البلاد، والمهم البدء بتلبية مطالب اللبنانيين. بعد الانتخابات اللبنانيون على أبواب أزمات معيشية، أولها انقطاع الخبز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت بيروت انترناشنال. انتهت الانتخابات وبدأت نتائجها الدقيقة والخطيرة بالظهور. النتيجة الأولى تتعلق برئاسة مجلس النواب، إذ إن القوى السياسية التي تدور في فلك حزب الله تريد نبيه بري رئيسا لمجلس النواب. في المقابل القوى السيادية والتغييرية تعتبر أن تجربة نبيه بري في رئاسة مجلس النواب منذ 30 عاما كافية ولم تثبت نجاحا كبيرا. فهل من سبيل للتوفيق بين الرأيين؟ أم إن رئاسة بري هذه المرة ستكون محاطة بمعارضة قوية وشديدة؟ النتيجة الثانية حكومية، فالقوى التي تطلق على نفسها صفة الممانعة شعرت بضعفها نيابيا، لذا بدأت المطالبة يوميا بحكومة وحدة وطنية. لكن من الواضح أن القوى السيادية والقوى التغييرية لا تريد المشاركة في حكومة في آخر عهد ميشيل عون. ففي هذه الحال ماذا سيحصل؟ وهل ندخل في أزمة حكومية مفتوحة؟ النتيجة الثالثة رئاسية، إذ من الواضح أن توازن القوى الحالي لا يتيح لأي فريق من الأفرقاء أن يوصل مرشحا معينا إلى الرئاسة. فهل يعني هذا أننا سندخل أيضا في فراغ رئاسي قد لا ينتهي إلا بتسوية كاملة متكاملة؟ لكل هذه الأسباب الوضع غير سوي، والأمور تأخذ منحا تصاعديا. فهل يكون البرلمان الجديد الشرارة التي تطلق صافرة البداية للحسم وصافرة النهاية للأزمة اللبنانية المفتوحة على كل الاحتمالات؟ البداية من أولى المعارك البرلمانية المتمثلة برئاسة المجلس النيابي، فهل يعود نبيه بري رئيسا لولاية سابعة؟ استحقاقات مصيرية تحملها المرحلة المقبلة بعد الخارطة السياسية الجديدة التي أنتجتها الانتخابات النيابية، ولعل انتخاب رئيس مجلس النواب من أولى المعارك البرلمانية. انتخابات رئاسة مجلس النواب هي الاستحقاق الأول بعد الانتخابات النيابية، يلي على أساسه بتكتشف النوايا الحقيقية لكل القوى السياسية، ولا سيما الهيئات المجتمع المدني والمجموعات الجديدة يلي هي شكلت كتلة تقريبا حوالي 15 نايب، تنشوف إذا بتضلها متماسكة وإذا فعلا حتروح الخيارات اللي كانت عم تحكي فيها قبل الانتخابات إنه لن تنتخب الرئيس بري مجددا أو أي حدا من القوى السياسية يلي هي معروفة ويلي كانت عم تبدي مقاطعتها خلال الحملة الانتخابية. القوات اللبنانية والكتائب والمستقلون وبعض التغييريين لن يصوتوا لولاية جديدة لبري، في حين تتجه الأنظار إلى بوصلة التسويات بين التصويت لولاية سابعة لرئيس المجلس مقابل الحصول على مقعد نائبه. الأمور رايحة على نوع من يا إما تشنج يا إما على تسوية شاملة بتتجاوز الرئيس بري، بتتعلق بنائب رئيس مجلس النواب، بمكتب هيئة المجلس ورؤساء اللجان، وربما تكون لها علاقة مرتبطة بالاستحقاقات اللايحة يلي هي الحكومة ورئاسة الجمهورية. لذلك رئيس بري صار للمرة الأولى صحيح عنده إمكانية أنه هو يكون المرشح الوحيد ربما بالمجلس النيابي، ولكن نجاحه وشرعية نجاحه مرتبطة بقبول الآخرين فيه. أبرز السيناريوهات المتوقعة: السيناريو الأول التصويت لولاية جديدة لرئيس المجلس مع 53 نائبا مقابل معارضة 51 نائبا. أما الثاني فهو تصويت حتمي لبري لغياب نواب الطائفة الشيعية خارج حزب الله وحركة أمل. وتشير مصادر صوت بيروت انترناشنال إلى أن خيار عدم التجديد لبري سيضع البلاد أمام سيناريوهات الميثاقية وسيناريوهات التوتر السني الشيعي أو المسيحي الشيعي. لبنان إذن أمام حقبة سياسية جديدة، وانطلاقة مجلس النواب مرهونة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه. تعليقا على نتائج الانتخابات النيابية، غرد بهاء الحريري عبر تويتر قائلا:
ها هي الديمقراطية تسود في البلاد، ومن المهم الآن البدء بتلبية مطالب اللبنانيين، خاصة وأن لبنان يغرق في وضع مأساوي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ونحن لطالما كنا مؤمنين باستعادة سيادة لبنان وحريته واستقلاله. الآن إلى الفقرة السياسية مع دينيز رحمي فخري. مساء الخير دينيز. مساء الخير. عم نحس في مثل هجوم على المنابر الإعلامية بالنسبة ل 8 آذار، هل هي بإطار استيعاب الهزيمة أم أنه التحضير لشيء آخر؟ يعني هي بالفعل ملفتة كل هذه الخطابات، ومن جهة واحدة بعد لم تكن بعد يعني الانتخابات قد أو النتائج قد يعني أعلنت بشكل نهائي، ما أخذوا وقت لاحتساب الأرقام للنظر للتدقيق بكل يعني جهة من أخذت من الأصوات التفضيلية فبادروا. فهون السؤال اللي أنا بعتبره أنه يصب في خانة احتواء ربما ردة الفعل السلبية أو الصدمة لدى شارع كل فريق منهم. نعم، تفضل. في خطوة احتوائية لما أفرزته الانتخابات النيابية من مفاجآت غير متوقعة، كان أهمها خسارة الحزب حزب الله وحلفائه الأكثرية النيابية، لفتت في الساعات الماضية الخطابات الثلاثة لكل من الرئيس نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإطلالة تلفزيونية للسيد حسن نصر الله هذه الليلة، وقد حملت كل كلمة رسالة أو أكثر ذات دلالات مهمة للمرحلة المقبلة. الرئيس بري مثلا رمز من قناة الجبهة التي أفرزتها الانتخابات النيابية المناوي لحزب الله وللثنائي، وقطع الطريق على أي طرح قد لا يرضي الثنائي، فأكد أن الطائفة الشيعية قالت كلمتها في الجنوب والبقاع، واعتبر أن النتائج في هاتين المنطقتين ذات الأغلبية الشيعية كانت بمثابة استفتاء على الثوابت الوطنية. باسيل من جهته رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وخاطب جمهوره بصيغة المنتصر، متجنبا الخوض بالأرقام، متجاهلا أيضا تراجع نواب التيار في الدوائر المسيحية بحسب ما أظهرته الأصوات التفضيلية. لكن باسيل حدد أولى معاركه بالحكومة المقبلة وجزم بأنها لن تكون حكومة تكنوقراط، وقال باي باي تكنوقراط، معتمدا بذلك الأسلوب نفسه الذي كان يعتمده سابقا حين كان يمتلك التمثيل المسيحي الأكبر أو الكتلة الأكبر في البرلمان. في المقابل بدا رئيس تيار المردة أكثر واقعية من باسيل، بحيث اعترف بخسارة المردة وقال زمطنا بريشنا بعد هذه المعركة الغريبة العجيبة. لكن الرسالة الأهم التي أراد فرنجي أن يسجلها هي تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، عندما قال لا علاقة لنتيجة الانتخابات النيابية بحسابات الرئاسة، وهو أراد في ذلك أن يقول إن حظوظه لا تزال قائمة رغم خسارة تياره في الانتخابات النيابية. شكرا لك دينيز. ولقراءة نتائج الانتخابات وأهم التحديات التي تنتظر المجلس النيابي في المرحلة المقبلة، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي بشارة خير الله. مساء الخير أستاذ بشارة. النور أستاذ محمد. ماهر، كيف تتوقع أن يتعامل حزب الله مع الأكثرية المناوئة له في البرلمان الجديد؟ يعني من المفترض أن يتعامل بواقعية. اليوم هذا الفريق تلقى صفعة بنتيجة سياسته، بنتيجة سياسة خارجية أوصلت لبنان إلى هذا الدرك، وبنتيجة سياسة داخلية أنهكت الاقتصاد وجعلت من الناس يعني تلجأ لأي خيار خارج هذا الخيار. الطرح السيادي اليوم انتصر بنتيجة هذه الانتخابات، ويخطئ من يعتقد أن المشكلة أو الانتخابات خيضت على أساس اقتصادي بحت، خيضت على أساس سياسي على قاعدة أي لبنان نريد. فرق أن تختار لبنان بدستوره وحياده ولمركزية إدارية وغيرها، أو أن تختار لبنان المرتهن إلى إيران كما يريد هذا الحزب. عليه أن يتعاطى بواقعية مع النتائج، وأن يتقبل أن الزمن لا يتمسمر لأحد. أخذ 74 نائب بحسب الإيرانيين سنة 2018، اليوم بالكاد يصيروا 59. فإذا عليه أن يتأقلم مع هذا الواقع، وأنا بقول لك أنه كرة الثلج لقدام مش لورا. ما في لبناني بعد اليوم رح يرضى أنه هيدا الفريق يضل أخذ لبنان إلى حيث يريد السيد حسن نصر الله. عليه أن يتقبل أن اللبنانيين
لا يرغبون بالعيش أستاذ بشارة على قاعدة نعم. خطاب النائب محمد رعد يلي خير فيه القوى التغييرية أو السيادية أنه بدكم حكومة توافقية ولا بدكم مشكل بالبلد، بأي إطار ممكن نوضعه؟ مش محمد رعد يلي بيقرر شو بده، هو بيقرر هو شو بده والفريق الآخر بيقرر كمان شو بده. بنقدر نشارك معه بحكومة وبنقدر ما نشارك معه بحكومة، كل إنسان هو بيحط شروطه، ما بيقدر يحط شروط شروطه وشروط حزبه وشروط على الناس يلي بدهم يتشاركوا معه، بيقدروا يتشاركوا معه إذا ناسبهم الموضوع وبيقدروا ما يتشاركوا معه، اليوم أي شراكة مع هذا الفريق بشروطه هي استسلام، وما بعتقد حدا من الناجحين اليوم واللي عم بيريدوا انه لبنان يكون سيد وحر ومستقل رح يقبل بتهديدات محمد رعد وامثال محمد رعد. الصحفي والمحلل السياسي بشارة خير الله، شكرا جزيلا لك. رياح التغيير هبت على المجلس النيابي الجديد، فماذا بعد دخول المعارضة إلى الندوة البرلمانية؟ من ساحات الانتفاض إلى ساحة التشريع عبر. في الأمس قمع أمام حصون البرلمان بصفته ناشطا معارضا، واليوم فتحت أمامه الطريق وسيدخله نائبا، وعراقيل اللعبة الداخلية لن تكون أسهل من العوائق في الخارج. الكتلة التغييرية حتبتدأ اجتماعات بين النواب التغييريين حتى نشوف نحن كيف حيكون شكلها، شو عناوين السياسية، شو هي القواسم المشتركة، كيف حنعالج التميزات من ضمن هذه المجموعات والنواب، وأنا متفائل أنه نحن حس المسؤولية عند الجميع كان بمستوى عالي. إزالة الجدران الفاصلة بداية لزوال إمبراطورية المنظومة، يقول النواب التغييريون، لكن الطريق إلى التغيير لا يزال مبهما. معالمه ستتضح في الجلسة الأولى للمجلس. قوى التغيير التي فازت هي عازمة على أن لا تشكل حكومة مع حزب الله، حزب الله أيضا عازم على أن لا يسلم للأكثرية الجديدة السلطة، والتهديدات التي لوح بها حزب الله سواء عبر كلام الأستاذ محمد رعد أو عبر أحد النواب الذي قال أن الأمور قد تذهب باتجاه حرب أهلية، هذا أمر يؤشر إلى سخونة على الأرض. شمس التغيير أشرقت على البرلمان، رفع المعارضون راية الفوز، راية يأمل كثيرون ألا تستبدل براية الاستسلام. لن تستطيع السلطة تجنب مواجهة المعارضة داخل المجلس، أمر قد يضع المعارضة نفسها في مواجهة مخاطر تفوق قدراتها، مخاطر كانت البلاد قد شهدتها بدءا من اغتيالات برلمانيين وليس انتهاءا بفرض فراغات دستورية وأمنية في أكثر من استحقاق. حسين خريس، صوت بيروت انترناشونال. والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع كارلا سماحة. مساء الخير كارلا. مساء الخير ماهر. عنا أزمة خبز. صح، رح نتابع هذا الموضوع. بدي أشير لأنه حاكم مصرف لبنان مدد التعميم رقمي 61 لشهر تموز قبل لتجديد. تفضلي. بعد الحديث عن نفاذ مدد المزود في معملي دير عمار الحراري والزهراني، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن قدرتها الإنتاجية محدودة بعد أن قامت برفعها لتغطية فترة الانتخابات النيابية، وتفاديا للوقوع في العتمة الشاملة قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات احترازية قادت بإيقاف إنتاج معمل دير عمار قصرا، وذلك لحين استهلاك كامل مخزون معمل الزهراني المتبقي في اليومين المقبلين، ليصار بعدها إلى إعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجددا بهدف إطالة فترة إنتاج الطاقة بحدودها الدنيا لأربعة أيام إضافية تقريبا. هذا كان كل شيء في الفقرة الاقتصادية.
نعم، تحديات كثيرة إذن تنتظر المجلس النيابي والحكومة الجديدة، ولكن إلى حين تسلمها زمام العمل، لقمة الفقير مهددة بالانقطاع والطوابير أمام الأفران عادت محدثة هلعا من جديد. للاستيضاح عن هذا الموضوع مباشرة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. مساء الخير معاليك. أهلا وسهلا، مساء الخير معاليك. يعني اليوم ربطة الخبز شبه مفقودة، سؤالي بسيط، يعني ما هي المشكلة الأساسية وهل فعلا رح نشهد انقطاع تام للخبز بالأيام المقبلة؟ أبدا أبدا، أنا بقول لك بكل أمانة، وأنا اليوم وضحت هذا الموضوع باكرا بالنهار، موضوع الخبز، انقطاع الخبز غير مبرر وتصرف غير مسؤول، لانه نحن اليوم عندنا، انا بمعطيات عندي بوزاره الاقتصاد، في عندي انا اليوم بقلب البلد تقريبا 40,000 طن من القمح المدعوم لدفعة حقه الدوله اللبنانيه موجود بالمطاحن، في بعض المطاحن بمناطق معينه كان عندها طلبيات ما دخلت ضمن المبلغ اللي اندفع، يعني آخر مبلغ اندفع خلق نقص. أنا طلبت اليوم من كافة المطاحن اللي عندها كميات إضافية أنه تتعاون مع الأفران اللي بمناطق مطاحنها كميات قليلة ويرجعوا يعيدوا توزيع الكميات الموجودة بالبلد لحتى ما يصير عندنا أزمة. ونحن حريصين جدا كمان ايضا انه نعالج المشكله كمان الاساسيه بجلسه مجلس الوزراء اللي جاي، انه بدنا نطلب فتح اعتمادات جديده لنامن كمان استمرار طلبيات القمح على البلد. طيب يعني اليوم في 6 مطاحن مسكره، اذا هيدا العدد ارتفع هلا بالايام المقبله، يعني كيف حيكون المشهد؟ ما في، انا بقول لك ما في مبرر، يعني انا كميات القمح اليوم اللي عندي اياها، نحن قلنا حاجة البلد للقمح تقريبا 50,000 طن شهريا، أنا اليوم عندي بالبلد في 40,000 طن، في سوء إدارة عم يعالج من قبل القطاع، لازم ال 40,000 طن اللي موجودين اللي دافع حقهم الدولة يتحركوا بالقطاع، يتوزعوا بشكل يعني عادل بين المطاحن وبين الأفران، وما يصير في انقطاع للخبز أبدا. يعني صحيح نحن عم بيكون عنا صعوبات بفتح الاعتمادات وبصرف الاعتمادات، بس أنا اليوم في عندي بالبلد كمية من القمح تكفي تقريبا لعشرين يوم لقدام أو أكثر، فبالتالي أنا ما عم بفهم اليوم كتير عم بيصير تهويل وكتير عم بيصير مثل يعني أزمة تقريبا شبه مختلقة، منا ضرورية وما لازم تصير بهالشكل، يعني بتدعي لعدم التهويل. أنا بدعي لعدم التهويل، بدعي للعمل بضمير وبالتزام، لأنه ما بنقدر نحن نتحرك بهالطريقة. اليوم نحن وضحنا لكل القطاعات المعنية بما فيها المطاحن والأفران أنه باللحم الحي نحن الدولة عم تشتغل اليوم لتدعم القطاع لتأمن لقمة عيش المواطن. في 40,000 طن دفعت حقهم الدولة موجودين بالسوق مش مسموح أنه ينقال، ما في خبز. نعم عليك، هل رح نشهد ارتفاع على سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عنا بالقريب؟ نحن بالنسبة لسعر ربطة الخبز أنا وضحت بكذا مناسبة أنه أنا عم بسعى جاهدا لخلي الدعم وبعدين يصير نوع من ترشيد لهذا الدعم على المدى الطويل، لأني أنا يعني التزمت بعدم رفع دعم عشوائي. اليوم ما في قرار ابدا برفع الدعم وتحديدا لربطة الخبز، ونحن رح ناخذ قرارات لنرشد اكثر دعم الخبز من اي شيء ثاني. بس بالنسبه للسعر انا بقول لك بكل امانه السعر من منطق الدعم ما حيتغير، انا قلت هدفي الاساسي حافظ على وجود القمح لنقدر نعمل خبز وحافظ على سعره بطريقه اللبناني ما يتضرر من اي ارتفاع، الشيء الوحيد اللي بياثر علينا نحن اليوم بسعر ربطة الخبز هو ارتفاع الدولار، لأنه ارتفاع الدولار ما عنا سيطرة عليه ولا يتعلق بموضوع الدعم، يتعلق بالمازوت وبالكلفة التشغيلية وغيره وغيره من كل الآليات لحد ما تنتجي ربطة الخبز. طب هلا في حال يعني نعم. إذا هالقد ارتفعت ربطة الخبز بناء على سعر صرف الدولار، هل رح سيصار إلى شيء، يعني رح ينعمل شيء للفقير بهذا الخصوص، أنه هي لقمة الفقير، هل رح ينعمل شيء للفقير؟ نحن أنا مثل ما وضحت نحن حرصنا للحفاظ
تحديدا على شرائح المجتمع الفقيرة، شرائح المجتمع التعبانة، هي من خلال الدعم اللي نحن الدولة عم تعمل. والدولة راحت لأقصى حد لأن الدولة تدعم 100% من موضوع القمح. بس مثل ما قلت لك سعر صرف الدولار نحن لا قدرة علينا للسيطرة عليه وكيف تداعياته على أسعار كل شيء بالبلد مش بس الخبز. بس أنا بقول لك ضمن نطاق صلاحياتي ومسؤولياتي أنا حريص على أنه الدعم يستمر لأحفظ سعر منطقي ومقبول خاصة لشرائح المجتمع اللي تعبان اليوم. وبموضوع سعر صرف الدولار أنا عم بيكون عندي حرص كتير شديد على متابعة تسعير ربطة الخبز وكيف عم بيأثر الدولار عليها حتى ما يكون في رفع عشوائي كمان مع سعر الدولار. هذا اللي نحن عم نقدر نشتغل عليه اليوم. نعم، يعطيكم العافية وشكرا لك معالي وزير الاقتصاد أمين سلام على التوضيحات. هذا إذا كان كل شيء في الفقرة الاقتصادية، عودة إليك. شكرا لك كارلا. هل التشكيلة الجديدة في المجلس النيابي أقنعت الشارع اللبناني خصوصا لجهة قدرة النواب الجدد على أحداث التغيير؟ انقطاع الأدوية، طوابير على محطات الوقود، ارتفاع سعر صرف الدولار وانعدام القدرة الاستشفائية، كل هذه العوامل لم تدفع بعض المواطنين اللبنانيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي بلغت نسبة المشاركة فيها 41% تقريبا. ومع ذلك استطاعت قوى التغيير خرق جدار السلطة، فكيف ينظر المواطنون إلى المجلس النيابي الجديد؟ والله أنا مش راضي، لذلك ما انتخبت. صار عمنا 80 سنة وبعدنا زي ما احنا. يلا ان شاء الله بيكون خير، هذا اللي بنقوله للبلد. ما حيتغير؟ ليه؟ ما راح يتغيروا لانه هذا زمة راح حاكمة وكيمشي كل البلد. حتى يعني النواب ال 15 اللي خرقوا؟ حتى شو ما عملوا ما حيتغيروا لانه هذول بس يتغيروا بدهم ينكشفوا. يا بدهم ينضموا للسلطة يا بدهم يتركوها للسلطة. غير هيك ما في. برأيك ما فيهم يحاربوا السلطة من داخل مجلس النواب؟ يحاربوا مين؟ حرب السلطة؟ الله يسامحك انتخبت السلطة. السلطة؟ ايه طبعا. ليه؟ الوجه اللي بتعرفه أحلى من الوجه اللي بتتعرف عليه. أنا هيك بالنسبة إلي. هدول عارفين مقاسات كرشون قديش، هول الجديد بعد ما عارفين مقاس كرشون قديش. فهل أنت كمواطن راضي عنا؟ يعني كان ممكن أفضل من هيك كمان لو شوي الناس كملوا مروة ونزلوا على الانتخابات أكثر. أما علم الاجتماع فكيف يفسر ظاهرة عدم محاسبة قسم من المواطنين لجلاديهم في السلطة عبر عدم الرضوخ لهم والانقلاب عليهم؟ في عدة عوامل ممكن تكون كانت السبب أنهم ما راحوا اقترعوا. ممكن يكون العامل الأول يلي هو ممكن يكون حدا طلب منهم ما يقترعوا، ممكن يكون العامل الثاني يلي هن حسوا حالهم أنه يأسوا ما بقى بدهم، والعامل الثالث يلي هو ممكن يكون مرتبط بالوضع الاقتصادي يمكن ما قدرين يوصلوا على مركز الاقتراع. اللبناني عمل هيدي الأدابتاسيون وهيدا التكيف، بس خلينا نكون حذرين لأنه هيدي الحالة هي مؤقت كتير 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 مؤقت، الواقع بيدل على خطر كتير كبير. إذن يبدو أن قسما من اللبنانيين يفضلون أن يبقوا مرتهنين لمجموعة أشخاص ويهبون التغيير، والقسم الآخر حسم خياره وانقلب عليهم. أما المسؤولية اليوم فتكمن في ترجمة هذا الانتصار للمجموعات التغييرية داخل السلطة عبر محاربة الفساد والفاسدين. الاستحقاق البرلماني في لبنان كان محط اهتمام عدد كبير من الدول العربية والدولية التي لطالما أصرت على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وللحديث عن موقف الاتحاد الأوروبي من النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، تنضم إلينا الصحفية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية تيريز القصيص صعب. مساء الخير تيريز، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير ماهر. كيف قرأت دول الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات في لبنان؟ نعم، لقد عبر مرجع دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي للأس بي آي، عبر عن ارتياحه لاجتياز لبنان قطوع الانتخابات على حد قوله، على الرغم من بعض الشوائب والمخالفات التي سجلت من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، والمتوقع أن ترفع تقريرها قريبا إلى الاتحاد الأوروبي. أتحدث عن الهيئة الإشراف الذي أرسلها الاتحاد الأوروبي. وأشار المرجع إلى أن الشعب اللبناني التواق إلى التغيير والذي انتفض في الشارع رافضا طبقة سياسية، عبر في صناديق الاقتراع
عن ما يطمح إليه لاستعادة بلده وإنهاض اقتصاده، ونحن نحترم رأيه. وأضاف المصدر الدبلوماسي: مما لا شك فيه أننا اليوم أمام مشهدية جديدة ومختلفة عن السابق في لبنان، وهذه المشهدية تتطلب تضافر جهود جميع القوى من دون استثناء لاجتياز المرحلة المقبلة وإعادة لبنان إلى لعب دوره الريادي في الشرق الأوسط ومع جميع الدول العربية والأوروبية. إذن هل من مخاوف أوروبية بشأن المرحلة المقبلة في لبنان، تحديدا من ناحية التحديات التي تقبل عليها البلاد؟ تحديدا ليس هناك من مخاوف، لكن الاتحاد الأوروبي هو حذر جدا من ما سيأتي قريبا أو في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة، وهو يتابع بدقة تطورات المراحل، وهو على بينة وتواصل مع الدول المعنية بالملف اللبناني، وتحديدا مع فرنسا، المملكة العربية السعودية والفاتيكان بشكل خاص. كما وأن الاتحاد يدعو المسؤولين إلى احترام القوانين والأنظمة التي نص عليها الدستور اللبناني، إن عبر التوافق على انتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد، ومن ثم تعيين حكومة جديدة لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات التي وعدنا بها، هكذا عبر المصدر في الاتحاد، يعني أن الحكومة لم تفعل أي إصلاحات حتى الساعة. المرجع الأوروبي لم يخفي قلقه من وصول لبنان من جديد إلى فراغ ما من دون أن يحدد مكمن الفراغ في حال لم تحترم المواعيد الدستورية، وقال: نتابع بدقة عالية تطورات الأحداث ونعول على المسؤولية الوطنية للقيادات السياسية في البلاد، لذلك المرحلة دقيقة جدا وعلينا اجتيازها بأقل خسائر ممكنة. وختم قائلا: الدول الأوروبية لن تترك لبنان ولن تتخلى عنه على الرغم من انشغالها الدائم في هذه الفترة بالحرب في أوكرانيا، وهي تسعى إلى إجراء اتصالات مع شركائها لاستمزاج الآراء في إمكانية التحضير لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان نهاية الصيف الحالي، في حال التزمت الحكومة بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي. نعم. الصحفية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية تيريز القسيس صعب، شكرا جزيلا لك. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 14 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، زاعما تعرض قواته لإطلاق نار أثناء اعتقال فلسطيني في وادي برقين قرب مدينة جنين. من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 50 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، فيما تصدى لها الشبان الفلسطينيون بالرصاص. وأضافت أن جيش الاحتلال نشر قناصة على عدد من أسطح المنازل وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم، كما اعتقلت شابا فلسطينيا بعدما دهمت منزل ذويه. في الخبر الأخير، افتتحت الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي برسالة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني الذي ناشد السينما العالمية معارضة الحرب ضد بلاده. وانطلق المهرجان بمشاركة حشد كبير من النجوم بعد سنتين من تنظيمه في ظل إجراءات صحية مشددة جراء تفشي وباء كورونا. وفي ليلة الافتتاح تسلم الممثل فورست ويتكر جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله، على أن يستمر المهرجان حتى 28 من شهر أيار الحالي، ويتخلله عرض لعدد من أشهر أفلام هوليوود من بينها توب غان وإلفيس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعوا أحدث الأخبار والتقارير على موقعنا صوتبيروت.com. ولإعادة مشاهدة نشرة الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق صوت بيروت انترناشنال الظاهر على أسفل الشاشة. وترقبوا أيضا إعادة لهذه النشرة الإخبارية عند الساعة 9:30 مساء عبر إذاعة صوت كل لبنان. شكرا لكم وإلى اللقاء.